دلوقتي ناس مثلا عندها كركبه في البيت وعايزه تتخلص من الكركبه وعايزه يبقى البيت جميل ومرتب ومنظم، بتساعدوهم ازاي؟ هي في بيسكس، بس في حاجات اساسيات لازم بنمشي فيها او احنا متعودين ان نقول نعملها. انه الاول انك تتعرفي على البيت عندك، انك فعلا تطلعي كده كل حاجه وتشوفي اللي عندك فيه ايه. تاني حاجه انك انت بتعرفي انت عايزه ايه ومش عايزه ايه، ولما هم يقولوا اه ما انا عايزه دي وعايزه دي، طيب هنوصل انت محتاجه دي ولا انت مجرد يعني عايزاها؟ يعني هل انت مستخسره ترميها؟ اه بالظبط. فانت يعني هل انت فعلا محتاجاها؟ يعني انت اللي هتحطيها عندك هتستفيدي فعلا بيها، ولا انت بس ان هو استخسار يعني خلاص خليها بس كده شويه. فهنا بقى احنا اللي بقى بنيجي انا ولين في الموضوع بقى، بنخش لا يبقى طالما انت مش محتاجاها غيرك هيحتاجها وعامله لها ازمه في البيت، يعني مش محتاجاها وعامله ازمه في البيت، وفي نفس الوقت بنوريهم فكره ان هو قد ايه في ناس تانية ممكن تستفيد جدا. الحاجه اللي انا مرميه عندي في البيت بقالها سنين قد ايه ممكن تغير حياه حد او تساعد حد مثلا بيتجوز جديد او يعني طيب الحاجات دي انتوا بتساعدوا، يعني بتساعدوا اصحاب الناس اللي عندها كراكيب ان هم يودوا الحاجات دي الناس محتاجاها فعلا؟ هل انتوا بتساعدوهم في كده؟ بالظبط. لو هم عايزين ان احنا نساعدهم في ان احنا نقترح عليهم اماكن اوكي، لو هم عايزيننا احنا اللي نعمل ده فاحنا عندنا كونتاكتس مع اي جمعيات خيريه، والناس اللي بتاخد الحاجات دي بتعمل لها اعاده تدوير او يعني لو حاجه عايزه تتصلح بتصلحها وبتوديها لناس محتاجاها. فاه ممكن هم لو هم عايزين يعملوا ده بنفسهم او لو عايزين احنا نساعدهم اكيد بتقترح عليهم لازم. طيب